من خلالكم نتقدم إلى ساكنة بني ملال وإلى جهة بني ملال الخنيفرة بتهاني أعياد الميلاد لهذه السنة، ونتمنى تكون كلها خير وبركة عليهم جميعا. بالنسبة للاحتفال ديال أعياد الميلاد ديال هالسنة، هو تقليد سنوي إجراءات العادة كنقوموا به، وكأمر به السيد المدير العام الأمن الوطني باش نتخذوا الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين المواطنين في الأرواح ديالهم وفي الممتلكات ديالهم، كذلك ضمان سيولة ديال السير والجولان. بالنسبة للمصالح الأمنية كلها شاركت، كلها مشاركة، كلها مشندة باش إن شاء الله هذه الليلة تمر في أحسن الأحوال. الحمد لله مناسبة باش نخبركم بأن المعدلة ديال الجريمة الحاصلة السنوية كانت في المستوى المطلوب، وسجلنا انخفاض ملحوظ، انخفاض محسوس وملحوظ في الجريمة بأزيد من 10%. بالنسبة للجريمة العنيفة اللي عندها علاقة بإحساس المواطنين بالأمن انخفضت بما يزيد على 22%، علما بأن هذه الجريمة العنيفة لا تتجاوز 3.6 في المجموع ديال الإجرام، يعني ما كاينش جريمة عنيفة اللي كتمس سلبا إحساس ديال المواطنين. كتأكد التواجد الأمني، كتأكد اليقظة، وحنا في تواصل مع الساكنة والانفتاح على المجتمع المدني، ومن خلالكم كنجدد التهاني ديال العيد والتهاني للجميع، ولسيدنا الله ينصرو سنة سعيدة للجميع، وشكرا.